كذلك اللي قدمنا يعني قدمنا سميه ديال الفرق في الرياض يعني الفريق. السلام عليكم اخوان تبارك الله عليكم. اسماعيل بن علال رئيس فريق FC العرائش. شكرا على هذه الندوه الصحفيه اللي قمتوا بها الاخوان، اللي هي من الغرض ديالها هو ايصال رساله لجميع ساكنه مدينه العرائش والمسؤولين. ومع هذا المنبر كان ابتداء من الخطوه اللي درنا البارح اللي هي كانت واحد مراسله السيد العامل مدينه العرائش بحكم عدم توصل المنحه ديال الفرق. اخوان الله يجزيكم بخير. شوف من ناحيه المسائل ديال المسافه القانونيه راه كاينه عندنا هنايا الاخوان، راه بعادين كاين جوج ديال الاخوان اللي معنا في الصاله اللي هما بعادين في 3 ديال المتر. نزيد نكمل الرساله ديالي بان المشكل هو عدم توصل الفرق للمنحه. المنحه اللي كانت مقرره ومقررات تخرج في 15 في مارس، كانوا هما صادقوا عليها بناء على الدوره الاولى والثانيه صادقوا عليها، وكانت خاصها تكون في الحسابات البنكيه ديال جميع النوادي في الاوائل ديال شهر ابريل. تفاجأنا بان المنحه ما صرفت ومشات دازت الفاجعه ديال الكورونا. ملي هذا اللي جعلنا بان نهوضوا نديروا واحد الرساله للسيد العامل، واللي كان فيها واحد ملتمس من السيد العامل بانهم يصرفوا لنا المنح، لان عندنا واحد الكتله وعندنا واحد العدد من اللاعبين وعدد من الاسر اللي هما معنا في الفرقه، حيث ان الفريق انا كنتكلم على الفريق ديالي اللي عندي 30 لاعب اللي هما اللي في القسم الثالث ديال عصبه الشمال. وهاد 30 واحد راه كل واحد الاغلبيه ديال الدراري ما خدامينش، عاوني غير على المنح اللي كيديو في المباريات، وكاينه بعض اللاعبين اللي عندهم الصالير ديالهم، وكاينه بزاف ديال الحوايج. تفاجأنا وجاتنا بحال الصاعقه بان ديك الفلوس راه ما غتدخلش. ودابا حنا كنلتمسوا من السيد العامل، حيت الرساله توجهت للسيد العامل، التدخل في اقرب وقت باش نحدوا من هذه الفاجعه اللي هما دابا مصاريف كبيره اللي كتراكم عليك على مدار العام، اللي هي مصاريف ديال التنقل، مصاريف ديال الاكل، مصاريف ديال اللاعبين، مصاريف ديال الحوايج ديال الطونيات، مصاريف بزاف المصاريف. ومنها بحكم باننا عندنا 22 جوله كنلعبوا، لعبنا 13 جوله، وجميع الجولات اغلب الجولات حنا موضوعين في واحد الجروب اللي فيه 9 ديال الفرق من طنجة وفريق واحد من القصر الكبير. اذا عندنا 10 د الخرجات، دابا خرجنا 6 د الخرجات برا البلاد، لا سمحوا لي 7 د الخرجات برا البلاد، ولعبنا 6 ديال الجولات هنا في وسط العرائش. هاد الجولات هادو كاملين عندهم المنح ديالهم كاملين مرتبطين بالمشاكل ديالهم، بحيث ان 13 مباراه راه القليله تقدر تخسر فيها واحد 6 دنايا. ما بالك ان باننا حنا 35000 درهم هي اللي خاصتنا المجلس البلدي، خاصتنا 35000 درهم ديال المنحه هذا العام، بالاضافه الى العصبه هذا العام عطاتنا غير 2 ملايين، العام اللي فات عطات 4 ملايين، هذا العام عطاتنا غير 2، حتى هي خاصتنا من 50% ديال المنحه. اذا ملي كتكون تعرباني واحد البروجي عندك على 70000 درهم كي بحال اللي كان العام الاخر اللي هي دخلت 30000 درهم من المجلس البلدي و 40000 درهم من العصبه، حنا كنتفاجئوا هذا العام 20000 درهم من عند العصبه والمجلس البلدي. دابا في هذه الساعه هذه تم الاقصاء ديال النوادي من هذه المنحه. اسماعيل رئيس نادي FC العرائش، السؤال ديالي هو يعني المقابلات اللي عندكم، حدد لي شحال عندكم مقابله، وكل مقابله شحال كتخسروا فيها، ويعني بالنسبه للاعبين بحكم ان التجربه ديالي معكم راه يعني راه مخصوصين بلي بريم،
يعني كل مقابلة ملي كيربحو كيعطيو هاد البريم ديالهم، مع العلم ان البلدية هاد جميع الفروق يعني عطوها تقريبا في القسم الثالث عطوها يعني 4 ولا 3 ملايين، كل يعني كل فرق محلية زادوا لها مليون، الا نتوما وقيلا زادوا لكم 5000 درهم، مع العلم كنعطيو لكم 3.5، ولكن من خلال هاد الوباء اللي دخل خسركم كل شيء. بغيت نعرف يعني شحال المقابله كتقام عليكم، يعني كل مقابله شحال كتقام عليكم؟ مش يعني هنايا نعرفوا يعني حتى البلديه تعرف القيمه اللي كتعطيو الفروع، يعني قيمه قليله جدا، يعني بحكم المصاريف اللي عندها كما قلتي، عندها الترونسبور، عندها الاكل، عندها البريم ديال اللعابه، عندها الصاله ديال المدرب، يعني بحكم التجارب اللي انا في القطاع ديال الرياضه خصني نعرف، يعني باش حتى الناس المسؤولين يعرفوا بان القيمه الماليه اللي كتعطى الفروع قيمه قليله بزاف. صراحه من ناحيه ديال التكاليف ديال المباريات على حسب المباراه فين دابا، بخصوص تقريبا بخصوص ملي كتكون لاعب برا البلاد. دابا نزيد نشير لواحد الحاله، حنا دابا في القسم الثالث العصبه الشمال، حنا في المركز الثاني كنضربوا على الطلوع، عندنا 28 نقطه وباقي لنا 8 جولات، واخا اذا المباريات كاملين خاسرين مباراه واحده ومعادلين في ثلاثه، انا بحين المباريات اللي بقاو كاملين هما 5 ولا 6 مباريات رابحين، مع العلم ان الدراري عاملين معاهم واحد، حيت حنا هذا العام هذا كان لاعبين على الطلوع ان شاء الله، ما كرهناش نطلعوا من القسم الثالث الممتاز. بحكم هذا الشيء هذا حنا عاملين واحد المنح كنعطيهم الدراري اللي هما بريمات، وعلى حسب المباريات كتحفزهم اكثر. والمباراه اذا ربحتي مباراه، دابا اذا ربحتي المباراه الاولى راه عندك واحد المبلغ، كتربح المباراه اللي موراها كيزاد ديك المبلغ على المبلغ الاولاني على المباراه الاولى، اذا ربحتي المباراه الثالثه كيزاد، لهذا كتوصل حتى 200 درهم على حسب المباريات اللي ربحتي. 200 درهم كل لاعب في كل مباراه، الاخوان راه كنهضروا على 18 لاعب كتخرج، اللي كتخرج في كونفوكاسيون، زائد الطاقم التقني اللي هو متكون من 3 افراد. كما كتعلموا الطاقم التقني هذاك عندهم مسائل ديالو بوحدو، اذا تقدر المباراه تخرج لك ب 5000 درهم 5500 درهم، هذا الشيء اللي كيوقع خصوصا ملي كنخرجوا لطنجه. طنجه زيد المصاريف ديال السفر، مصاريف الماكله، بخصوص لا خصك واحد الفرقه تزيد القدام، اذا خصك تهلا فيها من ناحيه لا الماكله ديالها ولا المسائل ديالها كامله، ابار بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ديرها مع الدراري اللي هي الوقت كيطالب لك هذا الشيء هذا. نعم، غير عارف غير التداعيات، تحدنا مع التداعيات ديالكم على الفريق، العلاقة ديالكم مع اللاعبين، مع يعني جميع المتعاملين معكم، سواء ترونسبور أو مثلا يعني في جميع يعني اللي كتعاملوا معاهم. من ناحية ديال الترونسبور، حنا كنتعاملوا مع واحد الإنسان اللي كان الله يعمر راسه العظمة صراحة، كيصبر علينا وكيصبر على جميع النوادي حيت راهو معروف، كنديروا معاه اكثر من جهد، هو كيصبر علينا بزاف حيت كيتعامل معنا مسكين، حيت عارف المسائل ديال المنح، خلات باقي ما دخلتش، حيت هو عنده درايه بهذا الموضوع هذا، عطيناه شيك اللي في الاخر العام كيصرفوا. بالنسبه للمسائل الاكل عاوتاني كذلك، حنا عندنا مع الناس مهم الاكل، دابا الاغلبيه ديال المطاعم حنا مخلصينهم، حيت انتم كتعرفوا الوضعيه كما هي، كي الوضعيه ما كتسمح حتى شي واحد دابا، حيت بخصوص المطاعم اللي هما مضرين من هادشي هادو، لان شحال واحد شاد المحل ديالو مشى لدارو، هادوك ادينا لهم الواجب ديالو، كيبقاو اللعابه اللي تا هما عاوتاني حنا حاولنا قربنا لعندهم وحاولنا نديرو معاهم، عطيناهم علينا النص ديال داكشي اللي كيسالو، لان حنا كنا بانيين بانها تدخل هاد المنحه وهتكمل الدراري المسائل ديالهم، خصوص حيت اغلبيه الدراري ما خدامينش. دابا 30 واحد انا عندي في الفرقه الاولى، اللي 18 واحد ما خدامش، و12 واحد كاين اللي خدام المسائل ديالو مضبوطه، وفيهم واحد الربع اللي خدامين بالكونترات والمسائل ديالو، واللي باقي حتى واحد ما خدام كيخدم بنهار بنهار. نعم، تحملات اخرى عقبات العلاقه مع المدربين، اضافه كذلك يعني العلاقه مع المدربين الى المقرات الى اخره، المدربين الحمد لله حنا كنتعاملوا مع جوج ديال، عندي الاطار التقني زعما صراحه في المستوى اللي هو الاخ محمد الصحراوي اللي هو المدرب، والمساعد ديالو هو خاي عبد المجيد الترابي اللي هما بحال الاخوه ديالي،
ما صبناش معهم مشكل بتاتا بحيث ان هذا الصالير ديال هذا الشهر هذا سمحوا فيه. قال لك لا حنايا بهذه الفجعه اللي كاينه وهذا الشيء هذا سمحوا فيه. قال لك حنا ما نتخلصوش حنا حتى تنطلقوا البطوله. هذا الشيء هذا كيديروه غير الناس اللي كتفهم في هذا الميدان هذا واللي كتعرف الكره، وانتم كتعرفوا محمد الصحراوي هو اللي مجيدو غنيين عن التعريف. بالنسبه للخدمه يعني كراء المقرات والتحملات الاخرى يعني الاخرى ديال الكاسير باش نوضعكم شويه في الصوره. شوف فرقه باغا تطلع واحد القسم قسم اخر راه خصها واحد 11 ملايين 10 ملايين باش يكونوا واضحين. دابا انا كنهضر على القسم الثالث. القسم الثالث الا بغيتي تطلع القسم اللي موراه القسم الممتاز راه خصك واحد 10 ملايين 11 ملايين. بالنسبه للجهات المختصه شنو الجهه اللي كتستفد من الدعم الاقليمي؟ المجلس البلدي اللي كتاكل الفلوس. الفلوس كنشوفوها من المجلس البلدي الاقليمي الاقليمي حنا هذه 16 عام والعصبه العام الاخر اول عام غتعطي الفلوس هي العام الاخر غتصرف عليك 40000 درهم حيت كتعطيها للعصبه الشمال هي اللي كتفرقها. شنو وقع العام الاخر؟ كانوا محسوبين هما وزاره الشباب والرياضه ما كانتش دخلت في هذا الميدان بان الفلوس تفرقت غير للانديه ديال كره القدم. هذا العام هذا لا، ديك الميزانيه نيت تفرقت على جميع الانديه، انديه فيهم الفولي فيهم الباسكيت فيهم جميع الانديه. لهذا جات العام الاخر جات 40000 درهم للانديه على حساب التفرق ديال الانديه ومستويات الانديه. هذا العام جاتنا 2 ملايين اللي دخلت في شهر 2019. ما كاين شي سؤال اخر فيما يخص الفئات الصغرى عفاك لانك عرفوا انني الفئة الصغرى حنا عندنا الكادي والميني والجونيور اللي هما كنعرفوا الاخوان كاملين كيعرفوا نور الدين الخياري اللي تا هو عضو معنا في الاطار التقني. هذوك قوه المصاري ديالهم حنا ما كنعرفوهاش حيت انا كيعزوا علينا مثلا الدراري صغارين ما يسيبوش فين يلعبوا او لما يسيبوش ما عندهمش البنيه التحتيه فين يوجدوا راسهم. حنا هذيك الفئه اللي هي اللي خصنا نركزوا عليها حيت راه عندنا مشكل في مدينه العرائش. وهذيك هذا النداء هذا كنوجهوا لجميع ساكنه العرائش. عندنا مشكل في مدينه العرائش فيما يخص الملاعب القرى، فيما يخص الملاعب الكبيره، فيما يخص البنيه التحتيه بصفه عامه، بخصوص ملي اللي كنعرفوا غابات اللي بيكا اللي حنا دابا ولاد العرائش ودوزنا فيها فترات وفترات. حنا كنا من الصغر ديالنا حنا كنطلعوا الليبيكا، دابا حتى الليبيكا ما بقاتش. اذا الدراري والفئه الصغرى، الفئه الصغرى بالخصوص كنتكلموا على الفئه الصغرى اللي خصهم يوجدوا لهم واحد البنيه تحتيه، حيت راه عيب وعار الاخوان مدينه العرائش كتوفر على ملعب واحد وعلى ملعب واحد بالقرى واللي باقي كامل القص. حنا فين وصلنا؟ حنا المدن دابا كنمشيو غير لطنجه كتصيب اي حومه فيها 3-4 الدبوس، كتمشي تيفت اللي لحر اللي هو الفيلاج ادخل له الاخ ديالي وهتصيب 4-5 الدبوس كبارين. وعاد التداعيات عفاك هي التداعيات في اطار الجائحه يعني بغينا نعرفوا التداعيات اللي وقعت على النادي العلاقه ديالو مع الفئات الصغرى. النادي دابا كما كنعرفوا الحجم الصحي دابا راه كلشي ملتزم الحجم الصحي كلشي جالس في دارو. دابا لهذا بحال اللي نقولوا حنا الخدمه واقفه من ناحيه ديال الفئات ولا اي حاجه، الحركه واقفه. دابا حنا كنتمنوا هاد كما يقول التزامات الاسر مع النادي، لان هناك يعني انتم اللي كتدخلوا الاطفال يعني عندكم التزامات معاهم يعني فيما يخص الخيرات ديالهم الى اخره. هادشي بغينا نعرفوا يعني كيفاش غتعاملوا معاهم. حنا اسمح لي اخي عبد القادر، حنا باقيين دابا ما مكونينش مدرسه باش نقدروا نهضروا في هذا الموضوع هذا. حنا ما عندناش مدرسه، حنا الفئات اللي عندنا هذوك كيبقاو التكاليف على حساب الفرقه، لا التكاليف ديالهم ولا المسائل ديالهم كامله على حساب الفرقه. هذا حنا العام الجاي ان شاء الله عاد باغي نطوروا هذا الشيء هذا، غتكون مدرسه، غيكون هاي الدراري غيدخلوا في المحور ان شاء الله، غيلعبوا في العصبه ديال الشمال ان شاء الله. هذيك كتكون هضره اخرى، دابا حنا ما مجبناش مدرسه. كلمه اخيره للجهات المختصه والمسؤوله بالاقليم العراقي. كلمه كنوجهها للسيد العامل انه يتدخل في هذه الفاجعه هذه، حيت راه عندنا كما قلنا راه 30 لاعب، راه هي 30 اسره وكلشي كيعاني. دابا انا ما كنهضرش على الفرقه ديالي ولا كنهضر على بصفه عامه على كره القدم في مدينه العرائش، حيث اذا ما كانش شي تدخل من طرف السلطات ومن طرف السيد العامل
انها تكون واحد الفاجعه بان تقدر توصل هذه الانديه دير واحد الاستقاله جماعيه مثلا، تقدر دير بزاف الحوايج حيت فقد الشيء لا يعطيه. ميمكنش انت تحافظ على واحد الفرقه وواحد النادي وانت ما عندكش الدعم. وتخيلوا الاخوان انا وهذا النداء هذا كيوجه لمساكنه العرائج، تخيلوا الاخوان في العرائج دابا في هذه الساعه هذه يشبروا هذه الانديه كاملين ويديروا الاستقاله ديالهم. هاد الدراري هادو اللي عندهم 16 عام 15 عام 14 عام فين يمشيو؟ غيمشيو للقهاوي، حيت في العريش انا اللي كنشوف كيتزادوا غير القهاوي، الكامبوس ما كيتزادوش، المدارس ما كيتزادوش، والمستشفيات ما كيتزادوش، كيتزادوا غير القهاوي. اذا هادو الشباب ديالنا هادو الافلاس بيدنا. لهذا خص واحد التدخل من الساكنه مدينه العريش هما الولاي ازروا هاد الشيء هذا. علاش اسيدي بان ولادنا فين غيمشيو؟ اذا ما بقاوش هاد الانديه فين غيمشيو هاد الولاد؟ وانتم كتعرفوا شنو كاين في القهاوي الاخوان، فهمتيني؟ لهذا انا كنوجه واحد الرساله اولا لساكنه العرائش، خصهم ينوضوا شي شويه من النعاس ويهضروا على هاد الناس هذه اللي كتوقع. ما بقاش ديك الوقت ديال لا راه خدام راه كيشبر الفلوس، شنو الفلوس كيشبر؟ الفلوس اللي كيشبر من البلديه، اجوا تحاسبوا مع اي رئيس من هاد الرؤساء اللي كتشوفوا راه مضحي بالوقت ديالو، مضحي بالوقت ديالو ومضحي بوليداتو وسامح في بزاف الحوايج باش يحافظ على الدراري على واحد الشباب ويعطي واحد النظره، النظره اللي ما بقاتش من ناحيه كره القدم في مدينه العرائش. وماشي غير كره القدم، كنهضروا عندنا فريق الفولي اللي هي في القسم الاول، واش اللي عارفه شي واحد؟ اغلبيه ولد العرائش ما كيعرفش. كانت عندنا فرقه في كره السله، غير دابا قلنا الجامعه وقفت المسائل عندهم شي مشاكل، ولكن هذا الشيء هذا علاش حنا ما كنعرفوش؟ راه هي القاعه 4 سنين ولا 5 سنين وهي كتبنا. قصر كبير هو قدامنا فيه القاعة مبنية وكيبنيو لهم قاعة أخرى، حنا عندنا جوج قاعات وحدة ولات مطعد الأشباح واقيلا ساكنين فيها في ليبيكا، وهذه هي دابا ماشيين بها بواحد الوتيرة بطيئة. حنا ما عرفناش هاد المشاريع ديال العرايش علاش كتوقع، باش ممكنش تكونوا واضحين. هذا نحدث رسالة للجهات المختصة والعامل الإقليم اللي مسؤول الأول والأخير على الإقليم ديال العرايش وعلى المدينة ديال العرايش. شكرا. بالإضافة إلى ذلك هناك يعني من حيث الدفعات يعني التزامات ديال المسؤولين من حيث احترام المقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعية اللي كتأثر الممارسة الرياضية وبالقوانين يعني، وهذه القرارات هذه يعني من الناحية القانونية فهي يعني لا تعتمد إلا أي مرجعية قانونية فالظرفية هذه وعدم مراعاة يعني الوضعية وخصوصية بالأخص بالنسبة لإقليم العرائش الذي يعاني يعني بالنسبة للفرق الرياضية يعني ما عندهاش مداخيل، ما عندهاش يعني حتى يعني توضعات في الوضعية. إضافة الإخوان واحد الناحية القانونية بغيناك تركزنا على الناحية القانونية. واخا الناحية القانونية حنا تفاجأنا بأن الأقاليم كاملة حتى واحد ما مشى لهذا المجال ديال الرياضة. بأن شوف ملي وقعت الفاجعة وقع واحد المشكل في العالم دابا، خصوصا حنا في المغرب كنهضروا بان شكون اللي تكلف بزمام الامور هو السيد جلاله الملك البلاد، عطى الاوامر ديالو بان اي واحد السيد العامل هو الاول المسؤول في اي اقليم. تفاجانا بان الاقاليم كامله ديال 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 المغرب حتى واحد ما مشى لهذا الميدان الرياضي هز منه الفصول ديالو الا مدينه العرائش. مدينه العرائش قال لك خصنا الفلوس الموارد الماليه مشينا نيشان الرياضه. خصنا غير نعرفوا علاش المشكل نيشان الرياضه. حنا بشحال هذه عارفين بان الثقه ديال المجلس البلدي ولا الثقه ديال المجلس الاقليمي ما بقاتش في المجال، ولكن هذا ما كيعنيش بانني نقصي الناس بلا ما نهود نتحاسب معاها. نهود نتحاسب معاها ونهود نشوف ديك الفلوس فين كتمشي، فهمتيني؟ وما نقصيش الناس، ماشي نحكم على الناس من البعد بان لا حنا كنعطيوهم كيديروا كيفعلوا الرؤساء. اهود معاه الميدان اسيدي، وانت راه كيوصلك التقرير المالي قبل ما تعطي المنحه، راه كيوصلك التقرير المالي. واش ديك التقرير المالي واش غير في الشكل غير في الملف ما كتهزوش وتقراوه؟ لا قريتوه وبانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك، تمكن لك تتصل بالرئيس النادي وقول له اجا سيدي انا هادشي هذا ما فهمتوش. ماشي تبقى جالس وتشبر ملي يجي المشكل ديال المنح نفرقوهم. لا حنا نزولوا الرياضه هي الاولى، نزولوا هذيك الدعم ديالها كامل ونديوه للكورونا. كاين بزاف الحوايج، كاين المهرجان اللي المهرجانات اللي كانت هدر هاد العام هذا راه ما هدرش. كاين بزاف ديال المسائل اللي كنتو تقدروا تقيسوها، ماشي قطاع الرياضه صاحبي راه موراه قصار، راه قصار مور هادشي هذا. وشكرا جزيلا للاخوان.